البداية مع 100 مليون صحة، ولولا الخطوات اللي احنا اخدناها 30 يونيو و3 يوليو والحراك اللي احنا شفناه يعني لفظ هذه الجماعة الإخوانية من حكم مصر، ما كناش عشنا المبادرات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ما كناش شفنا مصر والتنمية اللي احنا بنعيشها دلوقتي في كافة المجالات، وهنستعرضها مع حضراتكم على مدار حلقتنا اليوم. هروح معاكم لأول أخبارنا، وبداية أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه وفقا للتقرير فإن حملة 100 مليون صحة قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ل 56597 خدمة. كانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وده ب 9446 خدمة، بتليها الشرقية ب 9364 خدمة. وأضاف عبد الغفار إنه الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة ل 5902 سيدة في أول زيارة، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1084 خدمة، بتليها محافظة المنوفية ب 937 خدمة، وبلغت الزيارات العارضة والمتكررة 21988 زيارة، تصدرتها شرقية ب 4924 زيارة، ثلاثها الدقهلية ب 3282 زيارة. طبعا احنا شفنا وعشنا كل يوم مع حضراتكم بداية هذه المبادرة، وكيف انطلقت المبادرات المنفصلة، وكيف قضينا على فيروس كان مميت بالنسبة لينا، وفيروس سي طبعا، وازاي استطعنا ان احنا نعدي هذه المرحلة ونخطوها، وازاي دعمنا قطاع الصحة، ازاي الدولة المصرية اشتغلت على كل الملفات دي متزامنة في آن واحد، بتطور وبتحارب الإرهاب وبتثبت أركان الدولة، حتى لا ننسى محتاجين ان احنا كل يوم نخلي هذه الأمور في عقولنا، لانه في جيل من الشباب ما حضرش هذه الأحداث، وده المهم ان احنا نقول لهم التاريخ ويعرفوا أصل الحكاية منا اللي احنا عشناها. وزي ما احنا بنقول يمكن احنا كجيل شباب، الجيش اللي عايش الثورة ونزل ميدان التحرير ونزل الاتحادية عارفها وحافظها زي ما هي مكتوبة في الكتاب كده، لكن احنا محتاجين كمان توثيق لمثل هذه الأمور عشان تبقى موجودة كمان للأجيال القادمة، واحنا بنحكي كده للأجيال وللشباب يبقوا طالعين عارفين التاريخ وعارفين انه هذه الثورة غالية جدا على قلوبنا. وهذا اليوم لما بنتكلم على يوم 3 يوليو على وجه الخصوص، ده كان بالنسبة لنا يوم مفصلي، ده يوم تاريخي في حياتنا، لأنه هو كان النقلة اللي قدرت تضع حد لهذا الحكم الإخواني.